كثيرون كانوا بالقرب من المرحوم الملك حسين، ولكن قليلون كانوا الأقرب إليه. رافقوا منذ عام 1970 تقريبا لآخر يوم، سافر معه خلال العديد من الزيارات الرسمية وأيضا الخاصة. بعينه السينمائية شاهدنا الحسين الراحل، وبصراحة عرفناه. نرحب بمصور المرحوم الملك حسين بن طلال السيد حنا فراج، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك معنا بحلوة يا دنيا. ويعني زي ما حكينا للحاج حمدي، احنا نقدر تلبيتك لدعوتنا لليوم، لانه بنعرف انه يعني انتم من الاشخاص المبتعدين عن الاعلام، ولكن اكيد احياء لذكرى الحسين لبيتوا دعوتنا. بنشكركم كثير ونورتنا استاذ حنا. تسلمي تسلمي، شكرا لكم. يعني اول سؤال بديهيا لازم نسالك يا، زي ما قال فؤاد، من 1970 وانت بترافق جلالة الملك حسين برحلاته الخاصة والرسمية والخاصة جدا 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 جدا، علاقتكم خلينا نقول كانت غريبة نوعا ما، احكي لنا اكثر كيف توصف هاي العلاقة؟ والله صدقيني اول اشي في البداية يعني بحب اشكركم، وبحب اصبح على جلالة سيدنا، وان شاء الله بدون مجده علينا ومحبتي له. يعني أنا كمان بشكر هاي القناة المميزة، برنامجكم الرائع. تسلم. يعني أنا كانت علاقتي مع جلالة سيدنا الله يرحمه، عمري بحياتي ما كنت يعني كان يعاملني كولد من أولاده، عمري ما شعرت إنه الملك حسين إلا هو قريب مني وإنسان بسيط جدا جدا. يعني كثير قريب من الناس ومتواضع ومتسامح، ومحبته كبيرة للناس وخاصة إلى أهلنا بالأردن. نعم. يعني نعم. يعني الحسين مدرسة كبيرة 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 ما إلها حدود. إحنا اللي شفناه في مكتبك من صور، وهي صور نادرة للغاية. نعم. يعني تورجينا قديش فعلا يعني فعلا علاقة قريبة، وهذا يعني حظ كبير بصراحة إلك، وبمحبة بنحسدك عليه، وإن شاء الله يعني تبقى الذكريات الطيبة. كونه شخصية كبيرة فعلا. أنا سيد حمدي اسمح لي أسألك عن بساطة طفولة الملك الراحل. أنت كنت في الروضة. نعم. كنت في الروضة سوا. نعم. وأيام كانت الدنيا يعني أبسط من البساطة اللي بنعرفها. نعم. فلو نسمع هيك كلمتين عن هاي المرحلة. يا طويل العمر، أنا تعرفت على الحسين عام 42 في روضة في شارع مانجو، اسمها روضة جريديني، فيها كان أربع صفوف، وكان هذيك الأيام مدرسة مختلطة، يعني كنا صبيان وبنات في الحي. الأمير طلال بيته أقرب شيء هو على المدرسة الأهلية CMS. نعم. والآن هو أصبح مركز النطق الملكي، مركز برأس الأمير علي بن نايف. وبيت والدي أنا في شارع خرفان، يعني إحنا المدرسة صارت بين الشارعين. فدخلت يعني أنا طفل عمري 6 سنوات، معاي كان نذكره ولو نذكره جيراننا باسل المفتي كمال عصور، محمد عصور، وبعض الزميلات في الحي. دخل يعني طفل، احنا اطفال طبعا بدون اي بروتوكول، بدون اي حرس، بدون اي شيء. ما شفنا الطفل فايت، بتقولي مس مارجو، بتذكر الاسماء. ايوه مس مارجو. مس مارجو بتقولي عم تقولنا انه اجاكوا طالب جديد هلا على الصف. طبعا اول ما فيش روضه، اول بدايه راسا. قال اسمه الحسين. حسين طبعا. هلا علاقه والدي انا مع المؤسس حميمه جدا، واخوه الحاج توفيق الله يرحمه مع الملك طلال كمان حميمه.
فتعرفنا وصدف انه سبحان الله اني انا ما كانش في رحلات، كنا كراسي يعني متواضع، المدرسه كلها اربع غرف وكنا كل واحد كنت كنا 10 طلاب، ولا صدف انه انا بجنبه هيك قدر كيفك شو نلعب. طيب صرنا ايام ننقي البعض في الوظيفه ونطلع نلعب ملعب، يعني شو بدي لك ملعب يدوب هالمنطقة هاي فرصة الساعة 10. لكن طبعا مسمار قبل الصبحيات عملنا تفقد، نحط أظافر والمحرمة. فأحيانا إحنا ما حلاش معنا محرمة، كلنا مش معنا، يعني مش كل واحد معنا محرمة، كنا نزرق المحرمة تزريق كلنا لبعضنا. فسبحان الله بعد يومين ثلاثة مثلا امشي معي على البيت، طلعت عنده على البيت. أنا طبعا بيت متواضع، يعني اللي بيشوفوه بيت ما فيهوش غرفة السفرة مثلا، احكي لك بيت متواضع اكثر من بيوت عمان كانت بعض منا افضل. وطبعا قابلت الملكة زين الشرف الله عليها، سيدة يعني ربت هؤلاء الشباب وهؤلاء الاحفاد، والملك طلال طبعا الامير طلال ولي العهد. ودخلت انا على بيت بسيط، يعني ما فيش شيء، درسنا أدرس أنا وياه مثلا بعض الظهر، بعدين في عندهم حديقة صغيرة هيك نلعب زول أبطال وحرامية، شو نلعب الأمير محمد الله يطول عمره طبعا أصغرنا بالسن، نحن الثلاثة نلعب. وبعدين آخر نهار أنا يعني أمشي على البيت مشي، ونمعتها من 42 أنا الحقيقة ما تركته لا ما رب العالمين أخذ أمانته. وصدف اني يعني وانتهيت انا وياه على الكلية الإسلامية، طبعا في فترة المطران كانت قصيرة جدا، حتى انا احكي لهالشباب والشابات ما هي عمان، كان اخر اسفلت او شارع معبد هو الدوار الاول. فاحنا بعد الدوار الاول كلنا الطلاب يعني بما فيه الحسين نطلع مشي بالصيف بالشتاء الطين نصل للركب. ها نادرا الامير طلال مثلا يجي بسيارته يقول هيا بعض الدوام يرجع، ارجع طبعا ارجع مع ياخذكم بالسياره حسين والامير محمد وارجع معهم هذه فرصه. بعدين انا يعني صار عندي دراجه بشكليت. نعم اوه بشكليت، هاي عليها قصه الدراجه، هاي عليها قصه كبيره، هاي الشبح الشبح. فصرت اطلع فيها على المدرسه، على الطريق انا وقف عند الله يرحمه وتاخذه معك كل نطلع سوا فيا يسوق فيه هو يا انا اسوق مثلا، ونقعد قدام بعض يعني. وبالرجعه الظهريه في كان فرصه الغداء ارجع انا وياه كمان، فهي البسكليت تكون يعني هذه يعني شيء عظيم تشبحوا يعني فيها بعمان. تشبيح هاي كان تشبيح يعني اجتني البسكليت هاي، يعني لازم احكي القصه. حاج معزود مصري من نابلس شريك والدي ورئيس مجموعة طاهر المصري وأخوانه، إنسان كابر. النهار أنا رجعت الظهريات على دكان الوالد بشارع الهاشمي، بقول لي في لك هدية. أيوه إيه، فتح لي بقول لي شوف البسكليت هاي، وإلا دراجة فيها غيارات جير. أيوه الله أكبر، أنا أول شغلة حمدتها وركاد على الله رحمه عن سيدنا، قلت له هاي اجتنا هلا، هذه اجتنا وبدنا نشبه عليها نشبه عليها في عمان.